السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبين وصفة نقضي بيها على جميع الحشرات اللي موجودة في المنزل، حاجة رائعة جدا جدا جدا. أنا جربتها قبل ما أجيبها لكم علشان أعرف فعلا مدى فعاليتها. هي وصفة ممتازة جدا، ما بتخليش أي نوع حشرات في المنزل، أي حشرة ممكن تتخيليها تقضي عليه. دبان، برغيث، صراصير، نمل، ابراس او وزغ او ابو بريس اللي انتوا يعني على حسب الاسم، الفران، مفيش اي حاجه هتقضي تماما على اي حشره موجوده في البيت. والله العظيم عن تجربه، يعني حاجه رائعه زي السحر. هو عباره عن اسمه ايه دوت، اسمه جليكور بالشكل دوت اهو. يا رب يكون واضح في الكاميرا. دوت بشتريه من عند الناس اللي بتبيع حاجات الزراعة، الأدوات الزراعية اللي هي مقاومة الحشرات الزراعية والأفات الزراعية. بخففه، باخد منه نص غطا، يعني العلبة دي بتقعد معايا فترة طويلة جدا لأن أنا باخد منها نص غطا، بحطها في بخاخ زي دوت كده وأبدأ أبخ بيها. مثلا لو في نمل أبخ على الكراسي، على الأرض، على اي مكان، نمل في دبان، في صراصير في المطبخ، في اي حاجة ارش يقضي تماما خالص. هو ليه ريحة بس مش ريحته قوية، ريحته خفيفة خالص. كان في منه نوع بنستخدمه زمان ريحته قوية جدا، لا النوع ده محسن ريحته خفيفة خالص. يعني بجد والله العظيم يعني هتجيبوه مش هتستغنوا عنه خالص تاني، هتلاقيه على طول بقى يبقى موجود عندك في البيت، واول ما يخلص هتشتريه. بتاخدي منه نص غطا تحطيها في ديت، لقيتي فيه دبان تبخي خلاص، صراصير يقضي تماما، ابراس بيوقع تبخي عليه بدل ما ترميه باي حاجه، تلاقي البرص وقع في الارض بيتلوى ويموت على طول. كذلك الفران حاجه رائعه، هو اصلا المبيدات بيستخدم للمبيدات اللي هي الزراعية، يعني للحشرات الزراعية الكبيرة، وسعره هو عالي شوية بس مش قوي، يعني سعره في المعقول وبيقعد فترة طويلة، يعني سعره كويس وبيقعد فترة طويلة وكده. يا رب اكون في التوكو. هو دوت بيستخدم، هو مبيد حشري واسع المدى، يستخدم بعد تخفيفه زي ما انا شرحت لكم. والاحتياطات العامه بتاعته هي تجنب الرش ضد اتجاه الرياح علشان ما تجيش في وشنا، يفضل الرش في الصباح الباكر وفي المساء، وايه تاني، ويجب عدم التدخين والاكل اثناء الرش، يجب حفظ المبيد بعيد عن متناول الاطفال، لا تعيد استخدام العبوه الفارغه. يا رب اكون في التوكو. شكرا.